أنا أذكر قصة أرويها لما فيها من فائدة، لا لشيء إلا لما فيها من فائدة. سنة من السنوات الماضية في ليلة 27 كنت خارجا مع الوالد والجد رحمه الله إلى الحرم لصلاة التراويح، وإذا سيارة بعيدة عن البيت، وإذا الموسيقى عالية في ليلة 27، الليلة التي تحرى أكثر أن تكون ليلة القدر. فذهبت وإذا فيها مجموعة من الشباب، قلت يا شباب إذا ما استطعتم تصلون مع الناس وتدعون الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، أقل شيء أطفئوا هذا الصوت العالي، أوقفوا هذا الصوت، فأغلقوه. ثم قلت لهم هذا الحديث، قلت لهم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قلت للقريب مني، حفظت الدعاء؟ قال نعم. قلت أعده، فأراد أن يعيده ما عرف، فعدته عليه مرتين، ثم قلت أعده فأعاده، قلت هذا كرره، اجعلوه على ألسنتكم. ثم بعدها، أنا نسيت القصة، بعدها بتقريبا 5 أو 6 سنوات ذهبت إلى جهة دينية في إحدى المدن والتقيت بالعاملين فيها، ولما انتهيت جاء وجلس بجنبي شاب ملتحي سماه الخير، قال لي تذكر الشباب الذين قصتهم كذا وكذا؟ فذكرني، ذكرت، قال أنا واحد منهم، والله عز وجل هداني من تلك الليلة. يقول من تلك الليلة جعلت هذه الدعوة على لساني، أدعو الله وأكررها حتى انشرح صدري وما كان في قلبي من محبة لأشياء باطلة ومحرمة، يقول أذهبها الله عني. ولهذا أقول ينبغي حقيقة، ينبغي حتى أيضا أن نتعاون على هذا الأمر، خاصة الآن وسائل الاتصال، إذا تعرف أحد من أقربائك عنده معاصي، عنده ذنوب، أرسل له، قل له أنصحك نصيحة لوجه الله، أكثر من هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، أكثر في العشر من هذا الدعاء العظيم، وإن شاء الله سترى خيرا